النهارده جايين كده واخدين يوم من بابه عشان نروق على التور بتاعتنا، فجايبين كده كام حاجه كده لازم نروق على التور بتاعتنا، ولازم نشوف جايبين ايه وهنعمل ايه معاهم النهارده وعامه اليوم النهارده مش تنظيف، اليوم النهارده جايين بس نروق وندلع التور بتاعتنا، فتابعني النهارده كده لحد الاخر وعشان نشوف هنعمل ايه مع بعض وهنستفاد النهارده مع بعض باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا احنا رجعنا بعد فترة غياب طويلة جدا، احنا قعدنا فترة كبيرة قوي مش متابعين مع بعض، وصلنا مع بعض فين، عملنا ايه. طبعا زي ما كل مرة بنغيب فيها بنعمل فيها حاجات كتير جديدة، يعني احنا مش بنبطل ولا احنا بنعمل في الطيور، لا بالعكس احنا كل ما بنغيب كل ما بنعمل حاجات جديدة او شغل جديد. فطبعا النهاردة ان شاء الله هنبص مع بعض احنا عملنا ايه وهنتابع اخر اخبارنا ان شاء الله مع بعض مع الطيور، جبنا ايه وعملنا ايه وهنشوف الفرخ بتاعنا وهنشوف الدنيا بتاعتنا ووصلت معانا لحد فين. طبعا النهارده احنا جايين النهارده كده نروق على الطيور، نرطب عليهم شويه في الجو اللي معنا بيه ربنا اللي احنا فيه دوت. فطبعا احنا هندلع الطيور بتاعتنا النهارده شويه، هنمشي مع بعض واحده واحده، هناخد اليوم كله من بابه كده مع بعض باذن الله تعالى، وهنحكي مع بعض النهارده ونشوف بقى ان شاء الله بقى احنا جبنا ايه وعملنا ايه وصلنا لايه، وهوريكم الشغل الجديد كله اللي احنا وصلنا له باذن الله تعالى بعد غياب 3 شهور. يعني اخر فيديو كنا منزلينه من قيمه 3 شهور 90 يوم، طبعا كانت فتره كبيره قوي وكانت ناس كبير، يعني كانت ناس كتير قوي كانت فكرتني ان انا صفيت، فطبعا ما كنتش صفيت، يعني انا ما كنتش صفيت. فطبعا بس ايه يعني شويه مشاغل قله وقت فاضي او الكلام ده كله، فطبعا غصب عني، فانا طبعا ايه انا لسه زي ما انا في المجال وكل مره بحسن فيه عن المره اللي قبلها. فباذن الله هنمشي مع بعض واحده واحده وهنشوف هنعمل ايه كده عشان خاطر انت كمان تدلع طيورك، لان طبعا احنا في جو غبي قوي، يعني الجو اللي احنا فيه يعني ربنا هون على الجميع، ما بالك بقى الطير الصغير دوت هيستحمل ايه ولا هيستحمل ايه. فهنمشي كده مع بعض واحده واحده النهارده كده وهنشوف هنعمل ايه باذن الله، وهفرجكوا على اخر حاجه لينا بقى ان شاء الله كده في اخر الفيديو، فتابعنا لحد الاخر عشان تستفاد. طبعا زي ما انتم شايفين دي المكان بتاع الحمام، الناس كانت متابعاني قبل كده، دي الجزئيه بتاعت الحمام، دي الجزئيه بتاعت الحمام. طبعا الحمام بيكون له ميعاد احنا بناكل فيه، يعني بيكون له ميعاد بنجلد فيه، مش زي العصافير بنسيبه قدامها الاكل 24 ساعه، لا الحمام بيكون له ميعاد، تمام، بنحط الاكل ونسيبه بنص ساعه وبعدين نبتدي نشيل اكل تاني. انا عامه باكل كل يوم، معود الحمام بتاعي باكل كل يوم الساعه 12 الظهر وبعدين الساعه 9 بالليل، يعني الساعه 12 الظهر وبعدين الساعه 9 بالليل، فبسيب الاكل نص ساعه بالظبط وبعدين برجع اشيله تاني. فنبتدي كده مع بعض دلوقتي الساعه يعني طبر 12 و5 مش متذكر قوي بصراحه، بس احنا لسه الساعه 12 يعني. فهنبتدي كده مع بعض ناكل الحمام بتاعنا ونشوف الدنيا فايق باذن الله تعالى مع بعض كده. طبعا انا هفرجكم على الانتاج وهفرجكم على كل حاجه ان شاء الله في اخر الفيديو، بس نمشي مع بعض خطوه خطوه. بصوا الحمام اصلا جعان، يعني احنا بنتكلم مثلا في حدود 14 ساعه 10 ساعات الحمام بتاعنا ما كانش، تمام، وطبعا معاه زغاليل. فهي المشكله في الحمام، الحمام لازم يقعد مثلا اللي احنا ناكله معاد، لسبب لان لو الاكل قدام 24 ساعه فهيتبطل عليه ومش هياكل الكميات كلها، بالعكس احنا لو كل على جوع هيكون افضل 100 مره، يعني هيكون افضل 100 مره، عشان حتى كمان طالما معاه زغاليل فيبتدي ان هو يزق الزغاليل صح، لان هو عارف ان الاكل هيتشال تاني. فديت دي خطوه كويسه، وكل مربين الحمام عارفين الكلام ده كله. زي ما انتم شايفين بصوا الحمام اصلا انا مش عارف هو باين قدامكم في الفيديو ولا لا، بس الحمام بيجري على الاكل. الاكل دوت هنحطه وهنشيله كمان نص ساعه بالظبط. طبعا يا جماعه الاكلات بتاعتنا فاضيه عشان مفيش حد يفكر فيها حاجه، الاكلات فاضيه زي ما انتم شايفين كده اهي، تمام. تربيه الحمام تربيه جميله قوي يا جماعه، يعني تربيه الحمام تربيه جميله وممتعه جدا. يعني بصوا الحمام كله واقف على الاكلات، خدوا بالكم على فكره انا غيرت النظام بتاع الحمام بتاعي، غيرت نظام كتير قوي، يعني غيرت نظام كتير، بس ايه نكلف كده ونشوف هنعمل ايه مع الحاجه اللي انا واخدها لكم في اول الفيديو، وبعد كده انا هوريكم انا عملت ايه ومشيت ازاي عشان الكل يستفاد. كده احنا خلصنا من الجزئيه بتاعت الحمام، تمام، اكلنا الحاجه بتاعتنا وكل حاجه بقت تمام زي ما انتم شايفين كده. طبعا سامعين صوت الاكل، يعني الحمام كله الطيور كلها بتجني في ايه بالصلاه على النبي ان شاء الله، تمام. كده احنا خلصنا الجزئيه دي،
الجزئيه دي كده خلصت. نخش بقى على الجزئيه الثانيه. طبعا انا هوريكم انا كنت عامل ايه وايه النظام اللي انا عامله دوت، هوريكم الحاجات كلها في الاخر ان شاء الله، بس عشان بس الحاجات انا مجوعه ومعاز غليل وفي حاجات معطشه ومعاز غليل، فهوريكم هنعمل ايه. يعني انا هوريكم هنعمل ايه. طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا كنا قلنا السلاكه اللي هي هتبقى جنب الحمام دي هتكون سلاكه روبس. طب نبعد دلوقتي شويه عشان خاطر اوريكم برده النظام. انا طبعا زي ما قلت لكم ان السلاكه ديت هتكون سلاكه روز، تمام؟ الخمس ادوار السلاكه خمس ادوار هتكون سلاكه روز زي ما قلت لكم يعني. طيب الخمس ادوار دلوقتي مالهم روز؟ اه طبعا الخمس ادوار كلهم بقى كلهم اللهم صل على النبي الله اكبر ربنا ينزل الجميع كلهم بقى روز، تمام؟ في حاجات محصيه، في حاجات مثلا معاز غليل، في حاجات لسه ما استغلتش لان لسه جايب الطول قريب، تمام؟ فانا عمال عشان تكونوا عارفين انا عشان نكون برده صراحه مع بعض، انا حبيت الروز اكتر في الكوكتيل، يعني مع اني جبت لكم فيديوهات كتير وقلت لكم انا ما بحبش طير الروز او طير الفيشر اللي كنا على فكره فصيله واحده. انا قلت لكم ما بحبش الطير بتاع الروز او طير الفيشر، تمام؟ دلوقتي سبحان الله سبحانه مغير الاحوال انا بقيت احب الروز عن الكوكتيل. في اسباب كتير قوي حببتني فيه ان هو عامه طير لعبي لاعب جدا، تمام؟ انا كنت مفكر ان هو كان بيستخبى في العشوش وبتاع مش عارف ايه، بس بالعكس الزغاليل بتاعته تطلع الله اكبر برضه زغلول الكوكتيل بيكون جميل برضه، يعني زغلول الكوكتيل بيكون جميل، الزغلول بتاعه بيكون لعبي، تمام؟ الحاجه الثانيه واحسن حاجه فيها ان هو بيكون مناعته شديده، مناعه الروز او الفيشر بتكون مناعته عاليه جدا. وثالث حاجه والحاجه الافضل من الكوكتيل كمان ان هو بيزق الزغلول كويس، يعني اللهم صل على النبي هنا معايا قص الله اكبر مش هفرقه عليه مستحيل، لان انا عامه عشان تكونوا عارفين انا كل فيديو اعمل فيه حاجه لازم تاني يوم يحصل لي نصيبه انا مش عارف ازاي. فالمهم خلينا كده بالكلام وخلاص. ففي قص عندي هنا اللهم صل على النبي بيزق 8 زغاليل، قص روز بيزق 8 زغاليل، فاللهم صل على النبي يعني حاجه الله اكبر ما بتحصلش في كوكتيل، تمام؟ المرض بيتمكنش فيه ولا بيمسكه زي الكوكتيل، الكوكتيل مناعته ضعيفه عن الروز يعني بنسبه مثلا 50%، يعني نسبه 50%. طائر جميل حبيته بصراحه، وطائر منتج على قد ما هو رخم مثلا في شغله، بس لو اشتغل عندك مره خلاص انتهت، هيفضل على طول شغال عندك وهيفضل على طول يديك، تمام؟ احنا دلوقتي زي ما انتم شايفين منظر السقايات فاضيه. طب انا ليه مفضي السقايات؟ طبعا زي ما قلت لكم في طيور ما اشتغلتش لسه لان لسه جايبها، تمام؟ فانا عاوز احفزها عشان خاطر لو ركنت عندي هتفضل طول عمرها راكنه. طب ايه العمل هنعمل معاها ايه؟ انا دلوقتي مفضي معطش الطيور من امبارح من الساعه يعني مثلا 1 بالليل، لا 11 بالليل، يعني من امبارح الساعه 11 بالليل انا معطش الطيور بتاعتي عشان خاطر النهارده هدي جرعه سيلينيوم، هدي النهارده جرعه سيلينيوم. الطيور على فكره سليمه ما فيهاش اي حاجه بسم الله ما شاء الله ولا تعبانه ولا اي حاجه، بس انا معطش الطيور عشان ادي جرعه سيلينيوم عشان تتحفز الطيور. طبعا زي ما انتم شايفين السقايات كلها فاضيه، يعني السقايات كلها فاضيه، السقايات اللي فاضيه دي كلها هتاخد جرعه سيلينيوم. طبعا الطيور زي ما انتم شايفين اكيد هتكون عطشانه، يعني اكيد هتكون عطشانه. نتابع مع بعض كده ونبتدي باول سقايه ونقول بسم الله. طبعا زي ما انتم شايفين السقايه بتاعتنا فاضيه اهي ما فيهاش اي حاجه، الكلام ده من الساعه 11 بالليل، انا معطش الطيور من الساعه 11 بالليل. هنبتدي اللي احنا هنمشي مع بعض واحده واحده، هنجيب الميه بتاعتنا، نجيب بالظبط ميه معدنيه، يعني مش معدنيه اللي هي ميه مفلتره، يعني بمعنى اصح ميه نظيفه عشان خاطر ان لو حطيت ميه من الحنفيه نسبه العلاج بتقل بنسبه مثلا 40% 50%، ما بتكونش الجرعه تمام، لان في حاجات في الميه اللي هي بتكون من الحنفيه ما بتكونش فيها كويسه فبتقتل النسبه بتاعت العلاج. فاحنا هنمشي مع بعض ميه مفلتره زي ما انتم شايفين كده، تمام؟ ونبتدي نملى السقايه بتاعتي، تمام؟ هنملى السقايه بتاعتي، هنملاها عادي بقى، عاوز تملاها على الاخر عاوز تملاها لنصها مش هتفرق كتير. انا مليت لحد هنا، يعني انا مليت السقايه بتاعتي لحد هنا، تمام؟ وابتدي اجيب السلينيوم بتاعي. على فكره يا جماعه انا بشرب من سلينيوم مصري، سلينيوم مصري، هي سلينيوم مصري ما بجيبش المستورد، لا انا على فكره انا جربت دوت بتاع اولاد رجب واشتغل معاه كويس والدنيا بتاعته كويسه مفيش اي مشكله. السلينيوم على فكره محفز مقاوم مناعه مضاد حيوي في حاجات كتير غير المحفزات، تمام؟ فانا بستخدمه من فتره لفتره حتى في طيور مفيش طيور، يعني في قصدي فروخ مفيش فروخ، فانا كده ايه بستخدمه. طبعا زي ما انتم شايفين هي سلينيوم مصري، نبتدي نربه بس كده عشان خاطر بقالي فتره ما استخدمتوش، تمام؟ ونجيب النقطه بتاعتنا اللي هي دي، هي باين عليا ان هي مثلا مش نظيفه بس انا منضفها على قد ما اقدر، يعني لان كانت هي في قلب ازاز علاج تاني، تمام؟ هنبتدي اللي احنا ناخد بتاعتنا يعني بنسبه مثلا نص نقاط، هناخد نص نقاط، انا مليت نقاط على الاخر، يعني انا مليتها كده على الاخر، واضحه معاكم بقى ولا مش واضحه؟ اهي تمام، انا مليت النقاط على الاخر، فابتدي احط نصها. على فكره هي الجرعه كده كتير، الجرعه كتير كده، عاوز بقى تحط حط خمس نقط اربع نقط انت ومزاجك، بس انا عامه انا بستخدم بالنص النقاطه نفسها، يعني النص، يعني استنوا كده انا كده بصوا اهي حطيت نصها،
طب ليه حطيت نصها؟ انا عامه عشان تكونوا عارفين طار الرز زي ما قلت لكم بيكون رخم جدا في شغله، يعني بيكون رخم جدا في شغله، فلازم احفظه على قد ما اقدر. يعني مش غلط عليه، يوم ما بتكون غلط يعني بتخلي السماكه بتاعت قشر البيض كثيفه، يعني السمك بتاع قشر البيضه بيكون كثيف، فبالتالي ان الزغلول ايه بيكبس جوه البيضه. بس انا عامه عشان خاطر انا بايد ومتابع، فطبعا الكلام ده كله مش غنيش، لان ساعات انا بفتح الزغلول، يعني ساعات انا بفتح الزغلول البيضه مش الاهالي زي ما انتم شفتوا منظر الايه كده احطها. بس انت لو انت مش متابع وعاوز تستخدم السيلينيوم حط بالظبط يعني مقدار 5 نقط، يعني عشان خاطر لو انت مش متابع الكلام ده. تمام، الايه الثانيه نفس الكلام. هما 4 سقايات هنا عامه. بصوا الطيور نزلت تشرب في ساعتها، يعني الطيور نزلت تشرب في ساعتها، مع انهم كلهم قاعدين في العشوش خايفين، بس العطش وحش والحر اللي احنا فيه ده. تمام، يعني العطش وحش قوي. دي التالتة. طبعا هي متعبه شويه عشان خاطر انا اصلا عندي الازازه في عجر وبايه. تمام، فبتقرفني شويه. تقلبك يعني ترجها كويس على قد ما تقدر. بصوا لحد بس ما تطلع معاك الرغاوي اللي انت شايفها دي، يعني لحد ما تطلع معاك الرغاوي اللي انت شايفها دي. طبعا الرز مقرف شويه في ايه؟ ان انا كل ما اجي الاقي اقلب الاكلات الاقي اقلب السقيات. طير طير يعني مش محترم بصراحه، ده اكتر حاجه يعني بكرهها فيه. يعني انا دلوقتي حاطط في كل عين اكله واحده. انا هوريكم الكلام ده كله دلوقتي، هوريكم انا ماشي ازاي، لان انا كل ما اجي الاقي الاكلات مقلوبه، يعني حاجه مقرفه بصراحه. يعني طبعا الاكل مش ببلاش، احنا مش بالله الاكل. طبعا حاطط لي كل واحده عشان اتعلموا الادب بصراحه. اكله واحده. تمام كده يا جماعه، عشان نكون ماشيين مع بعض واحده واحده. احنا هنا اكلنا الحمام الاول. الناس بقى اللي بتربى حمام، انا عرفتكم الحمام لازم تكون بياخد بالميعاد، لان لو حطيت له الاكله ال 24 في ال 24 هيتبطر عليه ومش هيزوق كويس. تمام، دي اول حاجه قلنا لكم عليها. الرز احنا ابتدينا ان احنا نديله سيلينيوم على عطش بنسبه 12 ساعه، يعني عطشنا بنسبه 12 ساعه. تمام، بعد كده بقى المفروض ايه؟ طبعا صح، اخر عين تحت خالص معاه زغاليل، الاصل معاه 8 زغاليل، ومش عارف احنا نديله ايه؟ فيها سيلينيوم بدل ما يموت الزغاليل بقى وهي مش ناقصه وبتاع، فربنا يسترها علينا وعليكم. فبلاش خالص، حاطين له ايه؟ ميه عاديه، وحاطين له الميه ايه؟ ما عطشناش اللي عملنا الكلام ده كله. هنكمل مع بعض كده نشوف الدنيا برده فيها ايه؟ الحاجات الثانيه، لان برده في حاجات ثانيه معطشه هنعمل معاها ايه؟ وبالنسبه لبقيه الشغل بقى هنوريكم هنعمل ايه برده والكلام ده كله، وهنفرجكم بقى ان شاء الله في الاخر احنا عملنا ايه وايه النظام ده وايه النظام ده وايه النظام ده. هنوريكم الحاجات دي كلها ان شاء الله بقى في الاخر، بس طبيعي ان انت لحد الاخر مش عاوزك تزهق ولا غيرك تزهق. تمام كده، هنجيب الكاميرا اليمه الثانيه ونرجع لبعض تاني. طبعا احنا كده رجعنا تاني وهنشوف بقى احنا هنا هنعمل ايه. طبعا اللهم صل على النبي، الحاجات دي الكوكتيلات كلها طبعا محسنه، مفيش حاجه معاها زغاليل، الكوكتيلات كلها محسنه، مفيش غير زغلول هنا مفتوم بس انا مش هينفع انقله عشان ياكل لوحده. يعني في زغلول هنا مفتوم بس مش هينفع يتنقل عشان ياكل لوحده، فممكن يموت من الوحده ولا حاجه. فطبعا الحاجات هنا كلها محصيه، الله اكبر بسم الله ما شاء الله. بس انا هنا معطش، طب معطش ليه؟ هتدي جرعه سيلينيوم؟ لا طبعا، عاوز بقى اروق على الطيور، الجو حر، انت احنا اصلا واقفين عاملين نعرق، انا واقف جبت ميه بصراحه. طب هتروق عليهم ازاي؟ ده دوت مخفض صوديوم، مخفض صوديوم يعني ايه؟ هو دوت على فكره فيتامين سي، فيتامين سي، وطبعا فيتامين السي بيخفض درجه الحراره بنسبه مثلا 70% في جسم الانسان او في جسم الطير عامه، دي بشري. كيس فوار، ده فوار. تمام، الفوار دوت العلبه ديت بيكون فيها بالظبط 10 اكياس، وعلى فكره عشان تكونوا عارفين صعب اللي انت تلاقيها شويه، يعني صعب اللي انت تلاقيها، لان هم طبعا بتوع الصيدله البشري عارفين ان احنا بنستخدم العلبه ديت في ايه؟ ما بيرضاش ان هو يديها لك، يعني ما بيرضاش ان هو يديها لك، بالعكس بيستغلوها في نقطه ثانيه. واحد عنده مزرعه بياخد مثلا بال1000 علبه ولا 2000 علبه، لانه اي نعم هو بشري، ده بشري،
تمام. بس هم معروفين هم بيستخدموه في ايه؟ بيجي مثلا واحد عنده مزرعه دواجن ولا مزرعه مثلا اي حاجه تانيه، مزرعه طيور ولا حاجه، بيجي ياخد مثلا بالالف كرتونه و1000 علبه من دي، فطبعا هيديك انت علبه ولا هيدي للتاني؟ يعني هيديك انت علبه ولا هيدي للتاني؟ لا طبعا هيقول لك مفيش، فانت طبعا هتتعب شويه، او انت مثلا لو ليك صيدلي معرفه ولا حاجه هو هيجيبها لك. طبعا انا ايه بجيب مثلا بخمس علب وارميهم. طب ليه خمس علب؟ لان كده العلبه مش غاليه، العلبه فيها 10 اكياس والعلبه دي كلها كده ب 11 جنيه ونص، يعني العلبه دي ب 11 جنيه ونص. طيب انا زي ما قلت لكم دوت فيه فيتامين سي، فيتامين سي بيقلل درجه الحراره في جسم الطير بنسبه 70%. تمام. الحاجه الثانيه واللي اشد، سيبك بقى من ترطيب وسيبك من الكلام ده كله، يعني سيبك من كل ده، لا هو ليه عامل كبير او اساس، لو عندك الطيور بتسهل اي طير، دواجن بقى، بط، وز، حمام، اي حاجه، اي طير، لو عندك الحاجات دي بتسهل، ربنا يكفينا الشر. تمام. دوت بيمنع الاسهال خالص، نهائي، بيقضي على الاسهال نهائي. طبعا سيبك بقى من الترطيب وسيبك من الكلام ده، دوت اهم حاجه الناس بتجيبه عشان خاطر الاسهال، بيمنع الاسهال بنسبه مثلا 90% في جسم الطير. تمام. وبسرعه عاليه جدا، يعني بسرعه عاليه جدا، انما الناس مش بتجيبه عشان خاطر الترطيب، لا انا جايبه دلوقتي عشان خاطر الترطيب، لان ربنا كفانا الشر، انا الحمد لله ما عنديش حاجه عندها اسهال، فانا جايبه عشان يرطب على الطيور، لان هو فيه فيتامين سي، فيتامين سي. ده منظر العلبه، تمام، عشان لو حد يجيبه، يعني دي منظر العلبه عشان لو حد يجيبه. تمام. بنستخدمه ازاي؟ انا عن نفسي بجيب ازازه 2 لتر، انا هوريكم دلوقتي احنا هنمشي مع بعض واحده واحده. انا بجيب ازازه 2 لتر وبحط فيها يعني كيس واحد، هو المفروض كيسين، يعني هو المفروض كيسين، بس عشان انا لو كترت هيعمل لهم امساك، يعني انا لو كترت منه هيعمل لهم امساك، فانا بحط كيس واحد على ال 2 لتر. تمام. بس انت لو في اسهال، تمام، بتحط يعني بتحط كيس واحد على اللتر الواحد. تمام. بس عشان دلوقتي احنا جايين نرتب على الطيور وندلعها شويه، وهنحط لهم كيس واحد على 2 لتر. هنمشي مع بعض دلوقتي ونشوف هنعمل ايه. دي طبعا الازازه، ازازه 2 لتر اهي، حاطط عليها كيس واحد، حاطط عليها كيس واحد. طبعا انا مجهز الحاجه عشان خاطر وقت الفيديو. تمام. هنرجعها بس شويه كده عشان خاطر ساعات الفوار بيبقى تحت. تمام. بسم الله. نبتدي بقى ناخد السقايات بتاعتنا واحده واحده كده. طبعا الطيور عطشانه، مفيش برضه ميه، الطيور عطشانه، املاها من بره عليهم كده بقى ايه عشان نظبط الدنيا كده معاها، عشان هي كمان تروق عليه. بص دي شكل الميه بتاعتها، هي الميه مديها على صفار شويه. تمام. هنشرب بقى بقيه الحاجه اللي احنا عطشنا. على فكره انا عامل بزياده، يعني ال 2 لتر هيغطوا بزياده كمان، يعني هيغطوا بزياده، بس طبعا هدي بقيه الطيور. بصوا الحاجه عطشانه ازاي. تمام. بقالها يعني 13 14 ساعه ما شربتش، ما فيها خرجت من العش، هي خرجت تشرب. منظر الميه اهي، منظر الميه. تمام. الحاجات دي زي ما قلت لكم كلها معجن، الحاجات دي كلها محصيه، بس دلوقتي احنا عاوزين نرتب على الحاجه شويه، يعني دول المفروض كمان ياخدوا، بس لا في حاجات ابدا من حاجات، يعني في علاجات ابدا من حاجات، لا انا هنا دول مثلا عاوزهم عشان يشتغلوا فلازم اديهم حاجه ثانيه، دول مثلا عاوز ارتب عليهم اديهم برده حاجه ثانيه. هنبتدي اللي احنا بس ندى ايه بقيه الزغاليل ديت، لان الزغاليل برده عطشانه من امبارح وهي مش شربتش. هفرقوا على كل حاجه في الاخر، يعني ما تقلقوش كل حاجه هتتفرجوا عليها وتشوفوا دي نفسها فين. دوت فيه ميه، القص اللي فوق ده فيه ميه، بس انا حاطط ميه عشان خاطر معاه الزغاليل، طبعا الجو حر لو فيه اي حاجه لا قدر الله مش حاجات تسقط مننا ولا حاجات تموت مننا. طبعا احنا هنفضل ميه ونبتدي اللي احنا نحطهم من ده، يعني نعم مش هيكون المفعول اللي هو، بس اهو هنزق شويه معاه. كده هنا خلصنا، في طبعا معانا ميه بزياده، تمام، معانا هنا ميه بزياده. طبعا هبتدي ان انا ادي لاي حاجه ثانيه بقى، يعني في حاجات مثلا ادي للحمام، ادي لاي حاجه ثانيه، لان في حاجات كده ايه عشان بس ما نخسرش الميه ديت، لان الميه ديت لو باتت
مش هتنفع تاني، بيكون متعلق بيكون روح. فهنبتدي بقى ندي لاي ايه حاجه ثانيه، بس مع بعض بقى في وقت ثاني عشان خاطر الفيديو وعشان خاطر وقت حضراتكم برضه. تمام كده، احنا كده خلصنا. طيب معانا ايه ثاني؟ احنا قلنا طبعا على الفوار، قلنا على الليبس السيلينيوم بس. تمام طبعا كرفنا الحمام بتاعنا. عايزين بقى ايه نرتب على الطول شويه. تمام انا هنا دلوقتي جايب بخاخه، جايب على فكره عماله عشان عارفين انا بعمل الحوار ده كل يوم، بجيب بخاخه كل يوم بملاها ميه عاديه بس ما تكون رطبه شويه، ما تكونش سخنه ولا تكون ساقعه قوي عشان خاطر مفيش حاجه تجيلها برد. تمام وبنروح حاطين فيها خل تفاح، بنروح حاطين فيها خل تفاح، وبرده خل تفاح جايبه مصر مش جايبه مستورد عشان خاطر برده نظام السعر في فرق. تمام طيب انا بحط خل تفاح قد ايه؟ انا مثلا في البخاخه دي بحط غطيين، غطيين خل تفاح. طب انت ليه بتحط غطيين خل تفاح؟ عامه عشان تكونوا عارفين احنا دلوقتي في وقت قلش، يعني احنا في وقت قلش وقت تغيير ريش. اما تيجي تخش مثلا عندك في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي بتلاقي فيه حاجات كتير قوي بتوقع ريش، هتلاقي ريش عندك مبهدل المكان الكلام ده كله. تمام بتبتدي الحاجات دي بتغير ريش. عامه انت ما بتيجي تستخدم خل تفاح مع الميه دي، تمام بص يعني الريش الجديد بقى اللي بيطلع بيطلع كله لمعه، بيطلع كله زاهي. تمام وغير كده وكده الخل التفاح بيكون رطب شويه، بيحسس الطير بالانتعاش، يعني بيحسس الطير بالانتعاش. نبتدي اللي احنا نرش شويه على الحاجه بتاعتنا. تمام لو نزلوا على الاكل او نزلوا مثلا على عين الطير او نزل على الكلام ده كله ما تقلقش من حاجه، احنا كده كده خل التفاح وعاملين لنا كذا تجربه اللي احنا اصلا بنعالج بيه، بنعالج بيه عن طريق الفم. تمام يعني بنحطه لهم بيشربوا منه عادي لان هو بيكون علاج، فلو نزل على الاكل نزل على عينيهم نزل على الكلام ده كله ما تقلقش من اي حاجه. ونبتدي مع بعض واحده واحده كده ونرجع برده لبعض تاني. الطير ده مبسوط قوي، مش بيحبش الميه، بص مش عاوز يبعد بعيد عن الميه، كل ما يشوفنا معاه البخاخه يقرب عليا كده. طبعا بقى الرز رخم، اعمل ايه طيب؟ الرز بيكون رخم، مش هيرضى ان هو مثلا ايه اجي ارشه شويه، بص كل ما اجي ارش يخش جوه العيش تاني. ف ملوش في الطب نصيب، اعمل له طيب، ابتدي ارش الحمام ونرجع بقى بعد تاني عشان نشوف هنعمل ايه تاني باذن الله تعالى. الوقت بتاع البخاخه خلاص كده حلو قوي كده عليهم، حلو قوي كده عليهم. طيب عامه عشان تكونوا عارفين كده ممكن يطول من هنا وممكن ما اوريكوش اللي احنا عملناه في البلكونه، يعني ممكن ما اعرفش اوريكم اللي احنا عملناه في البلكونه، فممكن نقسم الفيديو على مرتين وما تلاقوش الفيديوهين هينزلوا في نفس الوقت ان شاء الله. طيب احنا المفروض بس بعد كده نعمل ايه؟ احنا هنجيب جايب هنا معايا هنا غله. تمام جايب معايا هنا غله، انا عاوز اوريها لكم اهي. طيب الغله ده طبعا انتوا عارفين البيض دلوقتي بقى غالي، عارفين دلوقتي البيضه بقى ب 5 جنيه وبتاع 4 جنيه ونص وبتاع، الموضوع كده بقى صعب. طيب الغله بتاعتنا دلوقتي عباره عن ايه؟ الغله بتاعتنا دلوقتي عباره عن قمح وعدس وعن فول، لا قمح وعدس وذرع وجه ورشه حلبه. تمام قمح وذرع وجه وعدس وحلبه. تمام هنبتدي انا بحطها كل يوم عامه عشان خاطر مثلا ايه لو في صغير ولا حاجه، فهي بتساعد بديل البيض، يعني بتساعد بديل عن البيض بتساعد بديل عن الحبوب والكلام ده كله، ما بيصيب الحبوب اصلا وبياكلوها. فهنقدمها مع بعض برده وهوريكم بقى احنا عملنا ايه، بس احنا كده هنقسم الفيديو مرتين، يعني كده هنقسم الفيديو مرتين والاثنين مش هتلاقوش هينزلوا في نفس اليوم، يعني هتتفرجوا على الفيديوهين يعني باذن الله في نفس اليوم. تمام دي طبعا ليمونه، يعني ليمونه مش هتقطع عشان خاطر الزفاره، لا اكيد يعني الليمونه جايب بصل الحاجات الثانيه للحمام. تمام دي الغله بتاعتي، دي الغله بتاعتي. طب بصوا عامه عشان تكونوا عارفين احنا كده خلصنا، يعني احنا كده عامه خلصنا هاكل بقيه الحاجه وهنعمل فيديو تاني ان شاء الله جزء تاني من الحلقه بتاعت النهارده. تمام عشان برضو وقت حضراتكم عشان ما نطولش على بعض اكتر من كده، فهعمل بقيه الحاجه ان شاء الله وهصور لكم الجزء التاني على طول عشان ينزل في نفس اليوم باذن الله تعالى. فطبعا انا هخلص انا وهرجع اعمل لكم الفيديو التاني. تمام السلام عليكم.